لنتابع هنا كيف يتم تزيين هذا المكان بواسطة قص فروع الأشجار هذه. شاهدوا هنا كيف يتم قص هذه المجموعة من الأخشاب مع بعضها البعض دفعة واحدة. لنتابع هنا الإبداع باستخدام الليزر كيف يتم قص بناطيل الجينز. لنتابع هنا رسمة الليزر المميزة هذه. تابعوا هنا كيف يتم تعدين وتجويف القطعة المعدنية. رسم رائع بأداة CNC على هذا الخشب. لنتابع عملية التفريغ. مقص رائع للقطع المعدنية. تابعوا عملية تسوية الإسمنت على الأرض وتعبيدة الطريق. تابعوا بجسد هذا العامل كيف يتم ثني القطع المعدنية بهذا الشكل. لنتابع هنا عملية تعبين هذه القطعة المعدنية الملتهبة على هذا المكبس العملاق. هكذا يتم تركيب المسامير حتى يتم وضعها في آلة الطرق. لنشاهد هذه العجانة الطينية وكيف تقوم بإنزال الطين منها، وذلك حتى يتم بعد ذلك وضع هذا الطين على مكابس خاصة حتى يتم عمل الطوب الطيني. لنتابع كيف يقطع، وبهذا الشكل يتم صفه كما تشاهدون. تابعوا هنا هذا الشاب وكيف يقوم بإنزال هذا الأرز الناضج في قدر أكبر بهذه الطريقة. ولنتابع هذه الفتاة وكيف تقوم بحمل هذه العربة مع أختها من الخلف. ما رأيكم بهذا الشاب هنا الذي يقوم بتسوية هذه القطع الخرسانية بعمل جدول من المياه؟ لنتابع هنا هذا الرجل وكيف يقوم بتقطيع هذه القطع المقوسة بهذا الشكل. ما رأيكم هنا بلف هذه البكرة لهذا الحديد الملتهب بهذه الطريقة؟ لنتابع عملية صفي هذه القوارير البلاستيكية كيف تتم. بإمكانكم أن تشاهدوا هنا عملية الرسم الجميل والمميز على هذا القدر المعدني. شاهدوا هذا الشخص بالسيارة العملاقة كيف عبر الضفة الأخرى. تابعوا هذه الفتاة وهي تحمل هذا الكوم من القش. لنشاهد هنا عملية قطف هذه الذرة كيف تتم. تابعوا هنا كيف يتم قص قصب البامبو كما ترون. تابعوا كيف يتم تسوية الأرض الإسمنتية بهذه الأداة. لنشاهد هنا الإبداع بقص هذه القطع الخشبية أو قص قوس منها بهذه الطريقة القوية. لنتابع آلة الخراطة هذه وكيف تمر على هذه القطعة المعدنية. بإمكانكم أن تشاهدوا هذا الشاب هنا وكيف يقوم بنقل الإسمنت بهذه الطريقة المميزة. وهنا هذه الفتاة تقوم بعملية الحصاد بشكل إبداعي. لنتابع هذه الفتاة وكيف تقوم بنحت هذه القطع الخشبية. هنا يتم وضع الإطار المطاطي لسحب الأسلاك المعدنية منه. هكذا يتم صناعة الأبواب المعدنية الجميلة ذات الأشكال المميزة والرائعة. هكذا يتم لف القطع الحديدية ليتم تعدينها. هنا هذا الشاب يقوم بصف الطوب على الناقل بهذا الشكل المميز. لنتابع كيف يتم إنزال هذا الردم داخل عربة النقل. لنتابع كيف يلف هذا السلك المعدني حتى يتم لفه وربط هذا السياج. لنشاهد عملية صباغة هذه الألواح المعدنية كيف تتم. تابعوا هنا عملية صباغة ودهان هذه السيارة.
شاهدوا هنا كيف يتم ثني هذه القطع المعدنية دفعة واحدة عبر آلة الثني هذه. ركزوا على هذه الفتاة التي تقوم بصف هذه الكمية من الطوب وتقوم بنقلها. لنتابع هذه الفتاة الماهرة وكيف تقوم بتجصيص الحائط بالإسمنت. تابعوا في هذا النهر كيف يتم سحب هذه العبارة، وبعد ذلك يتم وضع هذه القطع لتثبيتها بهذا الشكل. تابعوا كيف يعبأ البلاط في المصانع. لنتابع هذا الرجل وكيف يقوم برسم الإشارات داخل هذا الباركينج. لنتابع هنا كيف يتم تقليم هذه الشجرة وعملها كروية الشكل. لنشاهد هذا الإبداع في هذا المصنع وكيف يتم كبس هذه الألواح المعدنية الرقيقة بهذا الشكل. وهنا يتم عمل هذه القطعة الخاصة بنكاشة الأرض. تابعوا هنا كيف لهذا الحفار القوي أن ينزل ويقوم بالحفر مع مضخة المياه. هنا يتم نقل كروم الموز. تابعوا لنتابع عملية تعدين هذا التوربين. لنتابع عملية الرسم المميزة والرائعة على هذا المعدن. شاهدوا هذا العامل وكيف يرفع هذا الكيس العملاق بهذه الطريقة الإبداعية. لنشاهد هنا عملية إزالة القشور عن الحب بواسطة تهويتها. تابعوا هنا كيف يتم رش المبيد على النباتات. لنتابع كيف يتم قص الأقمشة في هذا المصنع. ما رأيكم هنا بهذا الشاب الذي يقوم بإصلاح ووضع هذه القطع الخشبية لتبليطها بجانب الحائط؟ تابعوا كيف يقوم هذا الشاب بقص أطراف هذه النباتات. لنشاهد هنا عملية تقطيع هذا الخبز المحترق بهذه الطريقة الإبداعية. شاهدوا هنا كيف يتم وضع هذه القطع على المكبس المعدني لتخرج بهذا الشكل. ما رأيكم بهذه المطرقة العملاقة والسريعة لتعدين القطع المعدنية؟ لنتابع أداة الخراطة هذه وكيف تقوم بالحفر على المعدن بهذا الشكل. لنشاهد هنا عملية الرسم على الليزر كم تبدو رائعة ومميزة.